مصر، موت رئيس واغتيال رئيس ووعكة صحية تصاحب رئيس. النظام يقوم بتصفية جماعية لضباط كبار. المنتخب يبدد آمال الشارع في المونديال. داعية يحمل الجنسية القطرية يغيب عن مسرح الأحداث. انتحار جماعي مروع يهز الشارع المصري. مسرحية المتزوجون تنعى نجمها الكوميدي. أحمد شفيق الأوفر حظا بالفوز بالانتخابات سيختفي بظروف غامضة. زيادة أسعار السلع والمحروقات تزيد من احتقان الشارع وتنذر ببداية ثورة شعبية. يحظر الإنترنت لفترة معينة ولدواعي أمنية. غرق عبارة ومقتل المئات.